ثلاثة من لن أستطع أن أقول فيهم الشعر: أبي وأمي وعبد الوهاب. أن أطالب من خلال اللجنة العليا للشؤون الدينية أن يكون هناك شارع باسم الشيخ عبد الوهاب الأبجيني. ولكن العلم يرفع صاحبه إلى عنان السماء. قامت السلطات التنفيذية بمحافظة الفيوم بإطلاق اسم الشيخ الأبجيجي على أحد الشوارع في وسط مدينة الفيوم. لو جلست سنين ما أعطيت لهذا الرجل حقه. فضيلة الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي، العالم الأزهري الجليل، الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي، الداعية التقي والفقيه الورع، الذي أمضى عمره في محراب الشريعة الإسلامية السمحاء، هو مفتي الفيوم كما لقبه أهلها طيلة حياته، حتى لقبوا أحد شوارع مسقط رأسه مدينة الفيوم باسمه بعد وفاته تخليدا لذكراه الطيبة. كان فارسا في ميدان الدعوة، كانت الكلمة الطيبة هي سلاحه، والموعظة الحسنة هي وسيلته في الدعوة إلى طريق الله. كان الشيخ عبد الوهاب أمين محمد الأبجيجي ثمرة لشجرة طيبة، فجده هو العارف بالله الشيخ محمد الأبجيجي الأزهري الصالح، والولي التقي صاحب القلب النقي والسيرة العطرة والكرامات التي يتحاكى بها أهل مدينته الفيوم إلى الآن. وأما والده فهو الشيخ أمين محمد الأبجيجي من علماء الأزهر، ومن العلماء العاملين الجادين الذين أسسوا التعليم الأزهري بالفيوم. ولد الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي في 14 من ديسمبر عام 1926 في قرية أبجيج، إحدى قرى صعيد مصر بمحافظة الفيوم، منتميا إلى هذه الشجرة الطيبة المباركة، وتربى في هذا البيت الطاهر، فأحب أن ينحو نحو أبيه وجده، فبدأ بحفظ كتاب الله حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف فحصل على شهادة الإعدادية، وكانت تسمى وقتها الابتدائية الأزهرية، ثم حصل على شهادة الثانوية الأزهرية من المعهد الأزهري الثانوي بالقاهرة. التحق بعدها بكلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف. كان وهو طالب بجانبات الأزهر الشريف شغوفا بالقراءة والاطلاع، كان يلتف حوله زملاؤه وأقرانه لنبوغه وفهمه للعلوم التي يدرسونها، حتى أن أصدقائه يتحاكون أنهم اعتادوا أن يلجأوا إليه وهو طالب لشرح بعض المسائل الفقهية
التي قد كان يصعب عليهم فهمها. تخرج الطالب عبد الوهاب الأبجيجي من كلية الشريعة بحصولها على الشهادة العالية كما كانت تسمى وقتها. وتم إعفاؤه من الخدمة العسكرية كونه حافظا للقرآن الكريم. ثم استكمل طريقه العلمي في الدراسات العليا حتى حصل على شهادة العالمية من الأزهر الشريف عام 1956، ثم إجازة التخصص في التدريس عام 1957. وكانت بداية عمله بتدريس العلوم الشرعية بتعيينه في المعهد الديني في محافظة سوهاج التي مكث فيها عاما واحدا، ثم انتقل للعمل بعدها في مسقط رأسه في محافظة الفيوم في المعهد الأزهري عام 1959. انتقل بعدها في السبعينات من القرن الماضي للعمل بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بالتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان من الرعيل الأول الذين أرسوا دعائم تعليم الفقه والعلوم الشرعية في هذه الجامعة العريقة. ومكث الشيخ الأبجيجي هناك سنوات، عاد بعدها إلى مصر لرغبة شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في عودته هو وزملائه النابغون لحاجة الأزهر الشريف إليهم. عندما تم تأسيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كان القرار أن يسند للشيخ عبد الوهاب الأبجيجي بجانب عمله رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالفيوم. وقد زاول الشيخ عمله بلجنة الفتوى بالأزهر سنوات وسنوات بكل أمانة وصدق وتفاني، حتى بعد بلوغ سن التقاعد أصدر شيخ الأزهر وقتها قرارا بإبقائه في عمله في لجنة الفتوى بالأزهر دون التقيد بسن المعاش، تقديرا لمكانته العلمية والخلقية. كان الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي بعلمه مرجعا ليس للعامة فقط في فتواهم، بل مرجعا للعلماء والمشايخ الذين كانوا يعلمون قدره جيدا ويتعلمون منه. وقد ترك الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي رصيدا هائلا من الفتاوى التي كان يجيب عليها يوميا بخط يده، والتي لا زالت نسخ منها موجودة للآن، وهي آلاف من الفتاوى والأسئلة الفقهية في كافة المجالات، محتفظ بها في مكتبة الأزهر الشريف بالفيوم لتظل مرجعا للدارسين وتراثا للعلماء وعلما ربانيا ينتفع به. ولم يغفل الشيخ الأبجيجي عن دوره في الدعوة والموعظة الحسنة، فلم يمنعه قدر مسؤولياته الجسام عن قيامه بإلقاء خطبة الجمعة أسبوعيا، والتي حرص عليها منذ صغره وحتى آخر سنوات عمره. وكانت خطبته خطبة الجمعة جامعة متكاملة كما كان يصفها محبيه، فأحبه الناس وتوافدوا على المسجد الذي يخطب فيه أينما كان ليستمعوا إلى موعظته وحديثه العذب. وكان أيضا للشيخ عبد الوهاب الأبجيجي العديد من التسجيلات الإذاعية في البرامج الدينية بالإذاعة، مثل برنامج حياتنا بين القرآن والسنة وبرنامج نبع الإيمان. وظل هكذا الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي يعطي ويعطي، ولم تمنعه عوامل تقدم العمر وظروفه الصحية في آخر حياته
من مواصلة عطائه واستكمال دعوته ورسالته السامية على منبره، بل وظل يستقبل محبيه ومريد علمه وفتواه في بيته أو هاتفيا إلى آخر أيام حياته. وفي مساء يوم الجمعة 19 ديسمبر 2003 لبى العالم الجليل الشيخ عبد الوهاب الأبجيجي نداء ربه بعد فترة مرض قصيرة. بعد حياة حافلة بالاجتهاد والعطاء دون كلل أو تعب، بعد جهاد في محراب العلم الرباني والموعظة الطيبة، وشيع من منزلي في موكب مهيب وسط أعداد غفيرة من تلاميذه ومريديه، وأري جثمانه الطاهر إلى جوار والده وجده راضيا مرضيا. قامت السلطات التنفيذية بمحافظة الفيوم بعد شهور قليلة من وفاته بإطلاق اسم الشيخ الأبجيجي على أحد الشوارع في وسط مدينة الفيوم والقريب من الطريق لمسقط رأسه قريته أبجيجي.